عليكم الغزالات الفنات الكبيدات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم الغزالات جيت نقترح عليكم واحد المقشر اللي صراحه اكثر من رائع. كما عودتكم ديما في الوصفات ديالي هي جد بسيطه ومكونات اللي سهله ورخيصه، يعني غير مكلفه، وفي نفس الوقت كتكون نتيجه رائعه ومضمونه من عندي انا. الوغ كما قلت لكم هذا المقشر هذا كيساعد على توحيد لون البشره، كذلك كيساعد على ازاله خلايا الجلد الميته. واهم حاجه ان الناس اللي تعرضت البشره ديالهم بواحد الشكل كبير او بواحد الشكل مباشر للشمس وتغير اللون ديالها، يعني اصبحت يعني مع المده رجع لهم اللون ديالهم او اللون ديال البشره ديالهم سمر، وجربوا بزاف ديال الوصفات او المقشرات وما قدروش انهم يرجعوا اللون الطبيعي ديال البشره ديالهم، فهذا المقشر هذا مع الاستمرار والمداومه فهو كيرجع لكم داك اللون الطبيعي ديالكم. يعني الناس اللي كانوا بويض واللون ديالهم تحرق بالشمس فهما كيرجعوا لذاك اللون ديالهم، وكيزيد يعني من غير هادشي هذا فاللون كيتوحد، يعني ما كيبقاش عندنا واحد المنطقه فواحد اللون او واحد المنطقه اخرى في لون اخر، يعني كيولي عندنا واحد اللون موحد في الجسم ديالنا. كذلك هذا المقشر كيصلح حتى المناطق الحساسه، يعني الا ما بغيتوش تقوميو به عفوا لو كور ديالكم كامل فيكفي انكم ديروه للمناطق الحساسه، للركب الاكواع، فهو كيفتح اللون ديالهم، كذلك كيعطي واحد الترطيب خطير 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 بزاف للجسم. انا واخا نبقى نهضر لكم عليه فالا جربتوه عاد غادي تحكموا وغادي تاكدوا من الكلام ديالي. المهم الغزالات بلا ما نزيد نطول عليكم دوزوا مباشره نحضروا الماسك مع نحضروا المقشر مع بعضياتنا وفي نفس الوقت نتعرفوا على المكونات. مهم الغزالات المكون الرئيسي عندنا في هذا المقشر هذا واللي يعني ضروري من انه يكون هو واحد المكون صراحه اللي كنحمق عليه انا وكنديروا في بزاف، يعني كندخلوا في بزاف ديال الوصفات سواء مقشرات او ماسكات والنتيجه ديالو غزاله بزاف كتبان من اول استعمال، اللي هو الورد. الورد الغزالات هو واحد المفتح خطير للبشره ومبيض، كذلك يساعد يعني الا استعملتوه البشره ديال الوجه ديالكم فهو كيساعد على يعني على تفتيحها ترطيبها توحيد اللون ديالها، كذلك ازاله الرؤوس السوداء منها، وكيساعد بواحد الشكل كبير على التخلص من حب الشباب. يعني هذا الماسك هذا عفوا مع ملي انا اليوم مع الماسك، هذا المقشر هذا اللي غادي نديرو فهو يعني غادي يساعد حتى على الحل ديال المشاكل اللي كتكون عندكم في البشره. الا عندكم يعني حبوب رقيق في البشره ديالكم، كما قلت لكم اللون غير موحد، يعني عندكم ديطاش او شي حاجه، فهو غادي يساعدكم على التخلص من هاد المشاكل هادو، وبيان سور مع المداومه ومع الاستعمال، يعني ماشي غنستعملوه مره واحده وغادي نقولوا راه صافي راه ما عطاناش نتيجه او شي حاجه. واخا هو عفوا الصراحه يعني النتيجه ديالو كتبان من اول استعمال، يعني كتحسوا على واحد الترطيب، على واحد كتحسوا بان البشره ديالكم نقيه صافيه كتلمع، ولكن مع كثره الاستعمال والمداومه فانتوما كتحسوا على النتائج اللي نتوما بغيتو. مهم الغزالات كما كتشوفوا انا عندي هنايا الورد المطحون، يعني خديت الورد خديت الورد طبيعي فحال هكايا وطحنته وخديت وسميتو ودوزته في الغربال، يعني وحتى باش خديت منه هاد لابود غادي اللي كتكون رطبه. ممكن صراحه تخليوه يعني شويه ما مطحونش بزاف، لانه كما قلت لكم غنستعملوه كمقشر، يعني ما فيها باس الا خليناه شويه ما مطحونش بزاف باش نحصلوا على داك التقشير في الجسم ديالنا. والمكون اللي غادي يعطينا التقشير في هذا المقشر ديالنا اللي هي السكر الخشن او لسانيدا، اللي غادي تساعدنا على التقشير وغادي تساعدنا على ازاله خلايا الجلد الميته. مهم الغزالات ندوز ونصايبوا المقشر وفي نفس الوقت نتعرفوا على باقي المكونات. مهم كبيدات انا غادي نستعمل هذه الكميه هذه من السكر الخشن، يعني تقريبا واحد كاس الا ربع ديال السكر الخشن. نتوما تقدروا تستعملوا اكثر او لا تستعملوا اقل على حساب. انا مهم غندير هذه الكميه هذه اللي غادي نستعمل الجسم ديالي كامل. المهم غادي ناخذوا هذه الكميه ديال السكر الخشن وغادي نضيفوا عليها الورد اللي كما قلت لكم اللي طحنا من قبل، واحد الكميه من الورد،
وايضا غادي نضيفوا الزيوت اللي بغينا. انا كنفضل الصراحه نستعملوا مع هذا المقشر هذا زيت الورد، لان كما كتعرفوا فزيت الورد هي واحد المفتح اللي طبيعي، وباش نزيدوا من الفعاليه ديال هذا الماسك هذا ديال هذا المقشر عفوا ويعطينا نتيجه افضل، فانا غادي نستعمل معاه زيت الورد، وغادي نستعمل معاه ايضا للترطيب زيت ديال جونسون. هذه كنستعمل هذه صراحه الريحه ديالها غزاله غزاله، كتحمق فيها بحال الريحه ديال الخزامه، يعني كتخلي حتى واحد الريحه في لوكور اللي واعره، يعني من بعد فاش غادي ديروا التقشير بهاد غديروا هاد المقشر هذا عفوا، فانتوما غادي تحصلوا على واحد الريحه رائعه في الجسم ديالكم. يعني واخا ما تستعملوهاش ممكن تستغناو عليها، اولا ممكن تعوضوها بزيت جونسون العاديه اللي حنا كنعرفوا ديك لي غوز، اولا الاخرى ديال الصبار اللي اللون ديالها اخضر. المهم انا متوفره عندي هذه، وصراحه كتحمقني الريحه ديالها، داكشي علاش غادي نستعملها. المهم انا غادي نستعمل واحد الكميه منها. كما قلت لكم باش نحصلوا على داك الترطيب اللي حنايا محتاجينه. وغادي نستعمل ايضا زيت الورد اللي كما قلت لكم هي واحد الزيت اللي يعني كتفتح اللون ديال الجسم، كتغذيه، مهم عندها بزاف ديال الفوائد اللي يعني اللي كتير على البشره ديالنا او على الشعر وكذلك الجسم. المهم انا درت تقريبا واحد جهد معلقه هكا كبيره، وغادي نزيدو ايضا هذوك الوريقات ديال الورد، فهما صراحه زويونين كيجيو في الماسك كيجيو عفوا في هذا المقشر هذا كيجيو زويونين، فانا غادي نستعمل بعض الوريقات. نستعمل هذه الكميه هذه، راه ديجا جاهزه عندي، حيت يعني قطعتها من خديت بحال هذه الوريقات هذو وقطعت منهم خديت منهم هذه الوريقات هذو، غادي نضيفهم في هذا المقشر ديالنا. وباش نجمعوا الغزالات هاد المقشر ديالنا، فاحنا غادي نحتاجوا الجل الاستحمام، هو غادي يجمع لينا هاد المقشر، وغادي يعطينا ايضا واحد النعومه واحد ريحه غزاله في اللوكور ديالنا، يعني من بعد ما غادي نستعملوه. واحد الكميه اللي غادي تكفينا باش غنجمعوا هاد المقشر هذا. وبالنسبه لجل الاستحمام الغزالات، ماشي ضروره تستعملوا يعني نفس الجل الاستحمام اللي استعملت انا، ممكن تستعملوا اي نوع متوفر عندكم في الدار. وحتى بالنسبه للزيوت فممكن تضيفوا زيت جوز الهند، تضيفوا زبده الكاريت الى عندكم، مهم يعني الزيت اللي ضروري تستعملوها هنايا الا كانت عندكم بيان سور متوفره، ما كانتش ماشي مشكل، راه الورد بوحدو راه كافي انه يعطينا داك التفتيح اللي حنا محتاجينه. يعني كما قلت لكم الا ما متوفراش عندكم زيت الورد ماشي مشكل، وحتى الا بغيتو الا كانت متوفره عندكم يعني وبغيتو تضيفوا بعض الزيوت او بعض الاضافات، فممكن تزيدوا هنايا مع هذا المقشر هذا كما قلت لكم زيت جوز الهند او زبده الكاريتي او اي زيت كتشوفوها نتوما مرطبه بحال زيت الافوكادو، او بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ديالهم شويه دهنيه ممكن يضيفوا زيت الجوجوبا. مهم كاين بزاف ديال الزيوت، نتوما لكم الاختيار بيان سور انكم تضيفوهم في هذا المقشر هذا. مهم حنا غادي نبدا نخلط المقشر ديالي. اللوين ديالو غزال، والريحة ديال الورد والريحة ديال زيت الورد كذلك، وزيت ديال جونسون عاطية منو، طالعة منو واحد الريحة غزالة 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 بزاف، وكذلك حتى لا تيكستور ديالو صراحة كتحمق. انا صراحة من المقشرات اللي كنحمق عليهم وكنصايبهم باستمرار، يعني فاش كنبغي ندخل للدوش كنصايبهم بزربة وكنستعملهم في الدوش. هذا المقشر هذا ايضا ممكن الاحتفاظ به، ممكن ديروه في شي علبة وتسدوه، يعني شرط انه يبقى مسدود وتحتفظوا به. يعني الناس اللي كيعكزوا انهم كل مره يصايبوا شويه، فممكن تستعملوا تصايبوا كميه اللي كبيره وتديروها يعني في واحد العلبه اللي محكمه الاغلاق، وتحتفظوا بها كل مره تبغيو تدخلوا الدوشو تهزوا منها الكميه اللي غادي تكفيكم، شرط انكم ما تدخلوهاش معكم للدوش وما يقيسهاش الماء. ماشي يعني ممكن تدخلوها ولكن غير ما يقيسهاش الماء، داكشي علاش الشفاء ديال هذه القضيه هذه، هزوا الكميه اللي غادي تكفيكم
ودخلوا استعملوها في الدوش. مهم الغزالات، هذا هو المقشر ديالنا. شوفوا لا تيكستور ديالو، صراحه كتحمق، انا حمقتني لا تيكستور ديالو، وكذلك الريحه ديالو اكثر من رائعه. ما كرهتش كون كانت شي اوبسيون تقدروا انكم تشموا الريحه ديال هذا المقشر، هذا كما قلت لكم اكثر من رائعه يعني اثناء الاستحمام، فاحنا كنستعملوه على يعني على الجسم ديالنا بحركات دائريه، وكنخليوه ما فيها باس الا خليتوه واحد الخمسة ديال الدقائق اولا، على يعني شحال ما نتوما قديتو. الناس ما عندهمش الصبر خليوه على الاقل خمسة دقائق، الناس اللي عندهم الصبر خليوه حتى اكثر، فالنتائج ديالو اكثر من رائعه، و يعني صراحه النتائج ديالو ملحوظه بزاف. يعني اون فوا غادي تغسلوه فانتوما غتلاحظوا واحد الترطيب، وغادي تلاحظوا ان البشره ديالكم تغيرات اولا تفتحات بواحد الدرجه هي على الاقل. وكما قلت لكم راه النتائج ديالو اكثر كتبان يعني مع المداومه ومع الاستعمال. مهم الغزالات، كان هذا هو المقشر ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وانكم تكونوا استفدتوا معايا ولو بالقليل من هاد يعني من هاد الفيديو هذا. وكنقول لكم جربوه، وراه النتيجه ديالو اكثر من رائعه، من غير ان اللون ديالو ولا تيكستور ديالو والريحه ديالو كتحمق، فالنتائج ديالو جد مرضيه. وانا متاكده انكم الا جربتوه فغادي يولي معتمد عندكم، وغادي توليو مدمنين عليه، لانه الصراحه اكثر من رائع كما قلت لكم، نتائجه غزاله بزاف. كنتمنى انكم كاملين تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. مهم الغزالات، نتلاقاو فيديوهات قادمه بيان سور اللي تكون كلها استفاده، ومع ماسكات ومقشرات ويعني واقتراحات من عندي، ووصفات طبيعيه اللي تكون بيان سور بمكونات جد بسيطه كما عودتكم وفي المتناول. وكنقول لكم تهلاو فراسكم، وقبل من هادشي هذا اللي كيشوف القناه ديالي لاول مره ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس وتخليوا لي لايك وكومونتير غزال فحالكم باش تشجعوني. وهنا كنقول لكم تهلاو فراسكم الغزالات، والسلام عليكم ورحمه الله.